أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث على الانتهاكات التي يتعرض لها أطفال اليمن في الحرب، وأيضا اتهامات الأمم المتحدة لأطراف النزاع بارتكاب جرائم عديدة بحق الأطفال. اتهمت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية بارتكاب أكثر من 11 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال إن أطراف النزاع استخفت بالتزاماتها تجاه القانون الدولي وتجاهلت اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب لحماية الأطفال. وأكد دوجاريك التحقق من مقتل وجرح 7500 طفل بسبب القصف الجوي والمدفعي والقتال والتفجيرات، لافتا إلى أن الواقع أشد من ذلك. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: من ينقذ الأطفال من الحرب التي حطمت حاضرهم وكثيرا من مستقبلهم، وماذا يمكن أن تقدمه الجهات المحلية وأيضا الرسمية لتجنيب الأطفال تبعات هذه الحرب. نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش مع ضيوفنا. ولدوا مع الحرب وعاشوا كل تداعياتها، من موت إلى مجاعة إلى أمراض، وما تزال تبعاتها القاسية تطرق أبوابهم كل يوم. هكذا هو حال أطفال اليمن في حرب كانوا الخاسر الأكبر فيها. تحطمت أحلامهم وأصبحوا بلا شيء، بلا مأوى، بلا مدارس، وبلا مستقبل، وأيضا بلا حياة. فلا تتوقف أخطار الحرب عليهم عند مناطق الاحتدام العسكري، بل إنها تصل إلى المناطق التي عاد الهدوء إليها، حيث يتعرض المئات من الأطفال لمخاطر الذخائر والألغام المتروكة من قبل ميليشيا الحوثي. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك اتهم أطراف النزاع في اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال والاستخفاف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. دوجريك أكد التحقق من مقتل وجرح 7500 طفل بسبب القصف الجوي والمدفعي والقتال والتفجيرات، لافتا إلى أن الواقع أشد من ذلك نظرا لازدياد صعوبة الرصد. المسؤول الأممي اتهم ميليشيا الحوثي بتجنيد 1940 طفلا، فيما حمل الحكومة مسؤولية تجنيد 274 طفلا. ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا قالت إن معاناة الأطفال في اليمن أصبحت بكل بساطة أمرا مروعا. لا تتوقف إذن تبعات الحرب الكارثية التي يعيشها الأطفال عند حدود الأضرار الجسدية، بل إن الضرر النفسي له واقع أشد قسوة يلاحقهم ويشكل في نفوسهم مشاهد مخيفة للحرب والدمار، وهي أضرار تحطم ملامح مستقبلهم ولا تمحى بسهولة. إذن نبدأ النقاش مشاهدينا، وأرحب بضيفي من تعز محامي منظمة سياج لحماية الطفولة سيد علي الصراري. سيد علي مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد علي. نتحدث اليوم عن يعني حالة الأطفال في اليمن في ظل الحرب القائمة واتهامات الأمم المتحدة أطراف النزاع بارتكاب جرائم عديدة بحق الأطفال في اليمن. والتساؤل هنا سيد علي، كمنظمة أنتم تهتم بشؤون الأطفال، كيف تنظرون إلى تقرير الأمم المتحدة الصادر مؤخرا بشأن اتهام أطراف النزاع بارتكاب انتهاكات بحق الطفولة في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أصبح شبح الموت يهدد أطفال اليمن سواء في المناطق المحررة أو في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا الانقلابية. لم يسلم الأطفال في المناطق المحررة من تلك القذائف التي تتساقط على المدارس وعلى الأسواق وعلى أماكن التزون، وكذلك لم يسلم الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين من صواريخ غارات التحالف على الميليشيا الحوثية، والتي عادة ما تحصل ضحايا يحصل منها معظمهم أطفال. عموما وأنا أحمل وأضيف للتقارير التي تصدر سواء كانت دولية أو محلية، أضيف وأتهم من الأمم المتحدة في التلافي والتغاضي عن تلك الجرائم التي تمارسها الميليشيا الحوثي في حق أطفال اليمن، سواء بالتجنيد، سواء في زراعة الألغام. الآن هناك شبكات من الألغام في كل المناطق، محافظة تعز بالذات
هناك شبكة ألغام غير مسبوقة، يعني أعتقد أنها لم تحصل في أي مكان ولا في أي زمان. هناك تنتصف ألغام وشبكات ألغام وعبوات ناسفة من منزل إلى منزل، وربما توصف حارات بأكملها في مداخل محافظة تعز. هذا كله يهدد الأطفال بالذات، كذلك في منطقة الحديدة، في منطقة حيث، في مدينة حيث، في الدريهمي، هناك عدد كبير من الأطفال سقطوا ضحايا تلك الألغام. هناك عدد من الأطفال سقطوا بالصواريخ التي يعني سقطت يوم العيد، عيد الفطر المبارك، في منطقة المفرق. والقمص الذي حصل في منطقة عسيفرة ومنطقة طالة للأطفال، والذي حدد مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز بأن أكثر من 20 طفل ما بين قتيل ومصاب سقطوا خلال الأيام الأولى من عيد الفطر المبارك. الأمم المتحدة يجب أن تحاسب نفسها أولا، كونها لم تصدر تقارير يعني مهنية تتهم تلك الميليشيات، أو تقارير توضح العدد الحقيقي للأطفال الذين سقطوا سواء من طيران الزحف أو من تلك الميليشيات. في الأول والأخير هم أبرياء مدنيون لا يحملون السلاح ولا يشكلون خطرا على تلك الميليشيات. لكن سيد علي، يعني الأمم المتحدة سيد علي وجهودها في هذا الجانب، يعني أنتم من خلال يعني متابعتكم كجهة حقوقية، كيف تنظرون لتعاطي الأمم المتحدة مع يعني جريمة تجنيد الأطفال وأيضا انتهاكات الطفولة بشكل عام؟ يعني هل تقتصر هذه المنظمة عملها فقط يقتصر على البيانات بين فترة وأخرى، أم أن يعني من خلال متابعتكم تجدون لها جهود على الأرض أيضا يعني التخاطب مع طرفي أو أطراف الحرب في مسألة تجنيب الأطفال ويلات هذه الحرب والصراع؟ ما جعل ميليشيا الحوثي تتمادى في ارتكاب المزيد من المجازر خاصة ضد الأطفال هو التغاضي والتعاطي مع الملف الحقوقي اليمني من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن. هي تكتفي فقط بإصدار البيانات كما تحدث وبإصدار التقارير فقط، ولا تتخذ أي خطوات أو إجراءات قد تردع هذه الميليشيا. لماذا مثلا تم يعني غض الطرف عن تلك المجازر التي حصلت في محافظة تعز خلال أيام عيد الفطر المبارك؟ ماذا صنعت وماذا فعلت وماذا أصدرت الأمم المتحدة من عمل قد يشكر عليه مثلا ضد هذه الميليشيا؟ الأمم المتحدة مع الأسف الشديد هي تعلم حتى بالجوانب الإنسانية التي تحدثت عنها مرارا وتكرارا في محافظة الحديدة، والتي أوقفت تقدم قوات الجيش الوطني لتحرير محافظة الحديدة. كم صنعت هذه الميليشيا من عبوات ناسفة، وكم وضعت من ألغام في الطرقات وفي مداخل محافظة الحديدة وفي المديريات، مما يشكل خطر أكثر مما كانت عليه قبل اتفاق ستوكهولم، اتفاق السويد. أنا أوجه اللوم والخطاب إلى الأمم المتحدة كونها المعنية بقوانين قانون حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل، وتحدثت عن الانتهاكات الستة الجسيمة من القتل والتشويه، ونحن نشاهد الآن أطفال قتلوا بأعداد كبيرة، العدد تجاوز 8000 طفل، هناك مشوهون من الأطفال، هناك مبتوري الأطراف، هناك من أبعدوا عن مناطقهم، من هجموا قسرا من ديارهم، هناك من حرموا من التعليم، هناك من استغلوا في السوق والعمل ومما يسمى عمالة أطفال، هناك من تم المتاجرة بأعضائهم، هناك جرائم لا تخطر على البال. إذن وضحت الصورة سيد علي. سيد علي تكرم بالبقاء معنا قليلا، سأعود إليك فيما بعد. وأرحب الآن بضيفي من نيويورك الناشط الحقوقي لبيب ناشر. سيد لبيب مساء الخير. مساء النور عليكم جميعا.
أهلا بك سيد لبيب، يعني أنت كمراقب لحركة المنظمات الدولية، يعني كيف تنظر إلى واقع عمل هذه المنظمات فيما يختص بالانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن؟ المنظمات الدولية في واقع الأمر لا تستطيع أن تعمل شيء في الوقت الحالي بالذات مع وجود الوضع الأمني المنفلت في داخل العاصمة صنعاء، في داخل مناطق تحت سيطرة الحوثي. الذي مسيطر الآن على الواقع هو تردي الوضع الاقتصادي، عدم الإنصاف في التعامل مع المواطنين، عدم وجود قوانين يعتمد عليها أو بالذات قوانين العقوبات. المنظمات الدولية لم تستطيع أن يكون لديها أي فعالية في ظل الوضع الرديء، لكن لا تستطيع أن تمارس مثلا أي ضغط على كلا الأطراف في هذا الشأن مثل ما يعني تمارس الضغط في الجانب السياسي وجوانب كثيرة. أنا سأوضح نقطة مهمة في هذا الجانب. الأهم من دور المنظمات الدولية هو دور المنظمات المحلية في كل دول العالم أخي الكريم. المنظمات المحلية التي تدافع عن حقوق الأطفال تقدم مقترحات لقوانين إلى مجالس النواب ومجالس الشعب والكونغرس. هذه المنظمات المحلية بناء على ما تجده من قضايا على الشارع تقدم مقترحاتها لتعديل بعض القوانين التي تتناسب مع الوضع والتي تحمي الطفل في ظل المستجدات مع كل 10 سنوات أو 5 سنوات مثلا. ما تقصده في الوضع الطبيعي أم في الوضع الاستثنائي الذي يعني تعيشه العديد من دول المنطقة العربية؟ كليهما. كليهما. ماذا ستفعل؟ أنا يعني حسألك سؤال، ماذا ستفعل منظمة الدفاع عن حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة إذا هناك مادة في القانون اليمني تنص على أن لا يؤخذ الأصل بالفرع، مع أن ليس هناك أي نص في القرآن يصرح أو يسمح لأي أب أو أم أن تقتل أو يقتل ابنه. يعني تصور أنت قبل ساعة من الآن بالضبط، أب المدعو حمزة أمين ناجي في داخل أب قبل ساعة من الآن يطعن ابنه 5 طعنات بمفتاح بالدسامس بالدسمس. نعم. 5 طعنات قبل ساعة. تمام؟ أصبحت هذه الحوادث الآن تتكرر نتيجة سوء الوضع الاقتصادي. ماذا يمكن أن تعمل الأمم المتحدة أو منظماتها في هذا الشأن؟ لا يمكن لأحد أن يعمل شيء في ظل وجود قوانين لا تحمي الأطفال، أو في ظل وجود أو في ظل عدم وجود قوانين بالمرة في هذا الجانب. إذن من يتحمل هنا يعني المسؤولية إذا ما نظرنا على واقعنا اليمني، يعني في ظل الحرب القائمة و وضع البلد حاليا، من يتحمل مسؤولية هذه الانتهاكات التي يعني تتعرض لها الطفولة؟ سلطة الأمر الواقع في صنعاء. إذا 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 تحدثنا الآن عن بعض الجرائم، طبعا الجرائم الطفولة هي تحصل الآن في كل مكان، في المناطق الخاضعة للشرعية والمناطق الخاضعة للحوثي، ولكن إذا رأيت النسب فالنسب في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي أكبر بكثير، أقصد أن الجرائم ضد الطفولة من الجرائم التي تقع في المناطق الخاضعة للشرعية مع سوء الوضع الأمني في كلا الطرفين. ولكن كما أخبرتك يعني على الأقل في المناطق الواقعة للشرعية هناك أحكام تصدر فورية في هذه الجوانب، هناك أجهزة أمنية تتحرك من غير أي محسوبية، لكن للأسف الشديد في صنعاء تأخذ الأمور هذه وقت طويل جدا، وفي صنعاء أو المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي أكرر مرة أخرى الوضع الاقتصادي الجوع يا أخي الكريم، الأب الذي قتل 3 بناته بسبب الجوع بينما هناك طعام في صوامع الحديدة تكفي ل3 مليون فرد من أبناء الشعب اليمني. تخيل الطعام موجود وهم يمنعون الطعام عن هذا الشعب من أجل مكاسب سياسية. بالله عليك كيف يعني بأي منطق من سيقبل هذا المنطق؟ شعب يموت يقتل أطفاله من الجوع وسلطة أمر واقع تحتجز الطعام لملايين البشر. إذن واقع مؤسف بالفعل. أشكرك جزيل الشكر سيد لبيب ناشر على هذا الإيضاح، كنت معنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك. وأرحب بضيفتنا ستنضم إلينا من العاصمة المؤقتة عدن المحامية والناشطة الحقوقية السيدة هدى السراري. سيدة هدى مساء الخير.
مساء النور واهلا وسهلا بكم. اهلا بك سيده هدى، يعني كيف تنظرون في الوسط الحقوقي والقانوني لما يتعرض له الاطفال من انتهاكات في ظل الحرب القائمه؟ حقيقة زادت معدل انتهاكات الأطفال في اليمن في الآونة الأخيرة نتيجة عدة أسباب، وأيضا نتيجة انحلال الوضع الأخلاقي والديني وانعدام المسؤولية من قبل سلطات الأمر الواقع في كل محافظات اليمن، كانت تحت السلطات الشرعية أو تحت النظام الحوثيين. نعم. انتشرت بأشكالها جرائم الانتهاكات ضد الأطفال، من قتل ومن تعذيب ومن أيضا تعذيب جسدي وتعذيب أيضا نفسي، إصابات أيضا. للأسف ضعف المنظومة التشريعية وضعف أيضا سلطات الدولة والقانون، بالإضافة إلى انعدام التنمية وعدة عوامل أخرى اقتصادية أدت بالوضع إلى هذا الحال، وبالتالي زاد معدل انتهاكات الأطفال بشتى أنواعه داخل اليمن بشكل عام. نعم، إذن ابقي معنا سيد هدى، وأعود لضيفي من تعز المحامي سيد علي الصراري في منظمة سياج لحماية الطفولة. سيد علي، يعني لو نظرنا إلى يعني مشكلة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في اليمن، لو نظرنا للواقع منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، هل يعني المشكلة في تفاقم أكثر، أم أنه يعني هناك جهود وهناك المشكلة ما زالت موجودة ولكن هناك يعني متابعة في مسألة الحد من الانتهاكات تجاه الأطفال؟ الانتهاكات مستمرة منذ بداية الحرب، وخاصة من قبل الميليشيا الحوثية، سواء في التجنيد أو الاختطاف أو القذائف أو القمص أو القتل المباشر. هي لم تنتهي وإنما ازدادت يوما عن يوم. ميليشيا الحوثي تستخدم الأسلحة الثقيلة في قصف المدن وفي حصار المدن وفي تهجير الأسر من منازلها. الأكثر تضررا من ذلك هم الأطفال. الأعداد في زيادة ولم تتوقف. هناك رفض وهناك توثيق من بعض المنظمات المحلية، لكن كما ذكرت سابقا بأن الأمم المتحدة الخلل هو في التعاطي مع الملف الحقوقي اليمني من ناحية، ومن ناحية أخرى عدم المتابعة من قبل فريق قانوني متخصص يمني يقوم بمتابعة هذا الملف وإيصاله إلى مجلس حقوق الإنسان بالشكل المطلوب وبالمعايير الدولية المطلوبة، وكونها جرائم ذات الصوت بالتقادم. لكن التلافي في المتابعة هو ما جعل الميليشيا تتمادى. كذلك التعاطي بين الأمم المتحدة ومجلس الأمن مع هذا الملف جعل الميليشيا تستمر في ارتكاب تلك المخالفات. وبلغنا في هذا الأسبوع بأن هناك متاجرة بالأعضاء طالت أطفال في صنعاء في مناطق متفرقة في صنعاء، وهذا أمر خطير للغاية. الآن بدأت الجريمة تتطور في مجرد استمرار وبقاء هذه الميليشيا على الأرض. نعم، لكن سيد علي، أنتم كمنظمة مختصة في ما يتعلق بالأطفال، يعني هل لديكم إحصائية معينة أو نسب مثلا تحدد يعني مدى انتهاك كل طرف للطفولة في اليمن في خلال فترة الحرب؟ خلال فترة الحرب سيدي الكريم تفاوتت الانتهاكات وما بين قوات التحالف وميليشيا الحوثي او عناصر خارجة عن القانون. هل هناك نسب نستطيع مثلا من خلال عمل المنظمة، هل هناك نسب محددة يعني تحدد كل طرف ما هي نسبة الانتهاكات التي مارسها خلال الفترة الماضية؟ بالطبع الميليشيا الحوثي ارتكبت عدد كبير من الانتهاكات ضد الطفوله بشكل خاص وضد الانسان بشكل عام، ضد المواطن في اليمن. اقصد ان منظمه سياج خلال فتره الحرب هي اوقفت انشطتها تماما، كونها
توقف الداعم وحتى التعاطي مع المنظمات التي كانت في مناطق سيطرة الحوثي، تم إغلاق أي منظمة أو محاربة أي منظمة لا تعمل لصالحها، وحتى المنظمات الدولية التي كانت في تلك المربعات يعني اضطرت إلى العمل لمصلحة الحوثي أو منظمات موجهة من قبل تلك الميليشيات أو لا. هناك قوانين قامت بالرز والتوثيق لصالح تلك الميليشيات. بالطبع وبالتأكيد أن أي منظمة قامت بالرز والتوثيق ستجد أن ميليشيا الحوثي ارتكبت عدد كبير من الانتهاكات ضد الطفولة بشتى أنواعها وتنوعت، سواء الانتهاكات السكة القديمة أو ازدادت على ذلك وتخطت هذه الانتهاكات. المقصود والقصد في الأمر والخطورة التي تبقى هي الاستمرار بتلك الانتهاكات مع عدم التعاطي قبل هذه المنظمات الداخلية المحلية والمنظمات الدولية مع هذه الانتهاكات. نعم، وضحت الصورة. المخيف والمرعب، هناك أرقام مخيفة ومرعبة في جميع المناطق وخاصة في مناطق في محافظة سعد المدينة والمديريات الفتيدة. نعم. لم تظهر أي إدانات ضد الحوثي أو ضد أي طرف يعني انتهك حقوق الطفل في اليمن، مما جعل الانتهاك مستمر وسيستمر طالما الأمور تتظل على هذا الشكل. نعم، إذا وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد علي الصراري، محامي منظمة سياج لحماية الطفولة، كنت معنا من تعز. وأعود لضيفتنا من العاصمة المؤقتة عدن، المحامية وناشطة الحقوقية سيدة هدى الصراري. سيدة هدى، يعني ضيفنا الناشط الحقوقي السيد لبيب ناشر يعني وضع العتب بدرجة أولى على النشطاء بالداخل والمنظمات المحلية في وأيضا القانون اليمني على رأس من يعني يتحمل مسؤولية ما وصلت إليه أو وصل إليه وضع الطفولة حتى الآن. يعني كيف تنظرين لواقع العمل للنشطاء وأيضا المنظمات في هذا الملف، ملف الطفولة؟ يا أستاذي، جرائم الطفولة والانتهاكات ضد الأطفال تزداد المشكلة بشكل فردي في اليمن، وبالذات في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، وبالتالي جرائم الأطفال صارت قضايا رأي عام، يعني كل اليمن يعلم بها وكل الحقوقيين والنشطاء ومنظمات الطفولة المحلية التي تعمل في المنطقة برصد تلك الجرائم بشكل يومي، وبل يعني بشكل متفاوت بين ساعات وأخرى. تقصد الانتهاكات في كل محافظات الجمهورية، ولكن قسمها بالنسبة للمحافظة التي تسيطر عليها الحوثي أو محافظة تخضع للشرعية أو التي تم الأطفال فيها طيران التحالف، لدينا مسؤولية أولا إخلاقية وإنسانية تلك الجرائم تحت نشطاء المجتمع المدني والمحامون أيضا، وكذلك الإعلام بصورة عامة. أنا نقوم بتفرز تلك الجرائم، نسقط عليها الضوء، نعد ملفات حقوقية حتى يحين وقتها الناس الذين ارتكبوا انتهاكات ضد الأطفال في عمق اليمن، أكانت جرائم حرب أو جرائم تحت القانون الدولي الإنساني في مناطق الصراع أو جرائم في القانون الدولي في المناطق التي لا يوجد بها صراع، وبالتالي كل تلك الجرائم يجب أن تدون، يجب أن ترصد، يجب أن يعد. هل تلاحظين جهود تبذل في هذا الجانب من منظمات وأيضا يعني نشطاء في ما يتعلق بملف الطفولة؟ لم أسمع السؤال. يعني هل تلاحظين جهود لمنظمات وأيضا نشطاء في مسألة أو فيما يتعلق بملف الطفولة تحديدا؟ طبعا هناك جهود. أولا الجهد الأول أو المسؤولية الأولى هي قصد توثيق تلك الجرائم وتسليط الضوء عليها، بس لك نتيجة الوضع الحالي في اليمن لا نستطيع أن نقوم بتحرك واسع تجاه تلك الجرائم، وإنما في إطار المنظومة التشريعية اليمنية وأيضا في إطار أننا نقوم برصدها وإعلام المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بتلك الجرائم.
حتى تقوم تلك وكالات الامم المتحده بتحمل مسؤوليتها تجاه الوضع في اليمن، تجاه الطفوله، حتى تعمل على حل حاله الوضع الانساني ولو بشكل بسيط. لكن لا تستطيع المنظومه الدوليه ان تقوم بعمل عقوبه رادعه لتلك الجرائم، لكن انما نحن نستطيع هنا في اليمن ان نقوم بمناصره ضد تلك الجرائم، لان لدينا قانون الجرائم والعقوبات الذي ينص على عقوبات هي ليست رادعه، وانما يوجد في المنظومه التشريعيه لدينا عقوبه ينبغي لنا ايضا ان نسلط الضوء على النصوص القانونيه بان تكون رادعه لمن يرتكب مثل هذه الجرائم، وان يتم تغيير النصوص الضعيفه جدا حتى لا يقوم الجنات بارتكاب مثل هذه الجرائم، او لمن تسول نفسه بان يقوم بارتكاب تلك الجرائم. لكن سيده هدى هل تتفقين مع هذا القول بان القانون اليمني والتشريعات ساهمت نوعا ما في يعني ما تتعرض له الطفولة حاليا في اليمن؟ صحيح اتفق مع هذا القول، لانها ليست نصوص قانونية رادعة ولا توجد منظومة قوية تحمي الاطفال وتحمي ايضا انتهاكات الاطفال في اليمن، لانها منظومة قانونية ضعيفة جدا. يعني نصوص قانونية ينبغي ان تغير مبشرة جدا بحق الأطفال، فتعاقب أولياء الأمور بارتكابهم جرائم وانتهاكات ضد أبنائهم، وبالتالي لمن تسول نفسه من الآباء أن يقوم بارتكاب جرائم ضد الأطفال، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا توجد نصوص قانون أو لا يوجد قانون يقوم بردعه أو يعاقبه، وبالتالي لا يجرم الأب على ارتكابه جرائم ضد أطفاله. أيضا حتى بشكل عام لا توجد نصوص قانونية تعاقب الجنات بارتكابهم يعني جنايات ضد الاطفال، ضد مختلف الاطفال، ولهذا يجب ان تسلط الضوء على المنظومه التشريعيه القانونيه قبل ان نرفع الملفات الى المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه العامله في مجال الاطفال. نعم، اذا وضحت الصوره، اشكرك جزيل الشكر سيده هدى الصراري، محاميه وناشطه حقوقيه، كنت معنا من العاصمة المؤقتة عدن. ونكتفي بهذا القدر مشاهدينا، أشكر جميع ضيوفي في هذه الحلقة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات معد ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله.